عندك اعاقه في رجليك ياك ما تقدرش تمشى. كان على جبهه كاين علاج لهذا الشيء ولا ما كاينش؟ كاين العلاج، كاين التنمر ديال بنادم وداك الشيء كاين. لا واش زعما كيقدروا انهم كاين علاج باش انك تولي تمشى مزيان؟ آه. عمليه ولا الترويض ولا شنو؟ لا عمليه غندير رمانه اصطناعيه. دير ركبه اصطناعيه؟ رمانه اصطناعيه. ديك الكره تكلف. مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان مع قصه هذا الشاب اللي غتبقي المغاربه، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه كينعس غير في الحلقه بعد ما جا من الباديه بسبب ان ما عندوش باش يتعالج. الوالدين ديالو حتى هما الظروف ديالهم جد صعبه، حتى هو بغى يعول على راسو، بغى يتلاقى بناس محسنين باش يعالجوه. دابا هذا الشاب هذا ظروفه صعيبه، باغي الناس محسنين انهم يساعدوه ويعالجوه. السلام عليكم اخويا، قولي لنا شنو المشكل ديالك وشنو النداء ديالك؟ وتبارك الله راه عنده موهبه ديال الغناء وباغي حتى هو يخدم، ولكن كيلقى الناس كيستغلوه بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، شنو المشكل ديالك وشنو النداء ديالك للناس المحسنين؟ اختي المشكل ديالي اختي، انا كنت في جامعه السحيم عادي جالس كنهضر مع واحد. الاعاقه من زاديتي وانت عندك اعاقه؟ كانت جرتني الطبيبه في الولاده. المهم كنت جالس في البلاد عندنا، دوا معايا واحد السيد من حدانا، قال لي السلام عليكم، هذه بقيت كنتواصل معاه، قال لي الا بغيتي تخدم نديك تخدمك معايا. قلت انا شفت المعاناه ديال الدار وداك الشيء، قلت علاش ما نمشيش نتوكل على الله ونتعاون معاهم، واخا عندي اعاقه خاصني يعني نخدم، مش عندي اعاقه يعني ضروري. المهم مني قال لي غادي ندير لك سالير زوين وكاين فين تريح ما نعطيكش العذاب، صافي مني كتجيك خدمه بحال هذه كتوكل على الله. مني مشيت مع اختي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث اختي بدا السيد كيعطيني في التماره، وانتم عارفين الصنادق وداك الشيء ما تقدرش تهزهم. مني قلت ليه خويا راه عليا راه كاين، ولكن قال لي حاشاك. المهم شي كلام، المهم قال لي سير بحالك هادي، قلت لي عطيني بشرك داك الشيء ما عطانيش. نهار الاول بت في الرباط، تا شردت في الرباط، شردت في الرباط، مشيت بقات رمضان خمس ايام اختي، انت عارف بنهار ما كيكون حتى شي واحد. بت نهار الاول، نهار الثاني في الزنقه لقيت شي ناس تعاونوا معايا بالماكله وداك الشيء. المهم قلت غنجي لكازا، حيت كازا فايت لي جي ليها. مشيت لكازا نهار الاول كنت كنبات في الزنقه كيدوروا معايا الناس، كنت كنمشي كيتعاونوا معايا كنمشي نبات في الاوتيل باش ما قسم الله. صافي وليتي كتبات في الزنقه؟ كنبات اختي مره في الزنقه، مره كتمشي للسبيطار يعني كتخاف يعني يشوفوك شي مدير وش حاجه يجر عليك، حيت تما مامنه شويه. المهم هادشي اللي كاين اختي. دابا انت اخويا عندك تبارك الله موهبه، قادر كتغني، بغيتي شي جروب هكا ولا شي ناس عندهم شي فرقه موسيقيه انك تخدم معاها؟ انا بغيت اللي تعاون معايا اللي وقف معايا، حيت يعني اختي الزنقه راه ما فيها والو، يعني كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا خوتي راه الزنقه ما فيها والو، لا بقيتي في الزنقه غادي تبلى ولا تولي تكريسي ولا تشفر ولا تشعل دواليدي. تعرض لاعتداء في الزنقه يعني؟ ضروري اختي ضروري. كان كاين التنمر بزاف، كاين اللي كيقول لك العراش، كاين اللي كيقول لك المعوق، انت كتبكيش كتقول كتقول لا راه واقيلا خاصنا نلبس باش يولوا يريحوا معايا، كتلقى غير الاحتقار. وكاين شي ناس كت انا تزوق. فين كتبات اخويا؟ في الجرده في محطه؟ فين كتبات؟ كنبات اختي حدا بنيرشت، حدا ميريزكو، حدا ميريزكو تما شويه. بعض المرات كيدخلوني الدراري كنعرفهم كيدخلوني السبيطار، كنبات الصباح كنعاود نترزق الله، مره كنبيع الورد مره هادي. المهم اخويا النداء ديالك للناس المحسنين اللي قادرين انهم يعاونوك، شنو تبغي تقول لهم؟ كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم كاملين الناس اللي كيشوفوني، كنتمناكم تشوفوا هذا الفيديو تقراوه كامل يعني تعاونوا معايا سواء ماديا سواء معنويا. عندي يعني عمرك شحال 20 سنه؟ يعني حتى شي واحد ما كره، حتى شي واحد يعني سواء انسان عاوني سواء ما عاونيش كنقول ليه الله يسهل عليك، حتى شي واحد ما كره يقدر غير ديك الدعوه الزوينه راه احسن حاجه. يعني ماشي انا غنكذب عليكم نبدا الا جيت نبكي غنبكي في قلبي، ماشي نبدا نبكي باش نبين لكم يعني راه باينه حالتي كيفاش دايره. يعني خوتي بغيتي دابا شي حد يساعدك في شي خدمه اولا في شي شوفي يعاوني سواء ماديا سواء بشويه الفلوس سواء بالخدمه سواء بشي نصيحه؟ حيت كاينين شي ناس اختي صورت مع واحد السيد، كاين شي ناس كيقول لك شي كلام، اجي حكا راك عجبتيني اجي اجي عندي للدار نتهلا فيك. الرقم ديالك؟ الرقم ديالي اختي 0609 72 07 69، هذا هو الرقم ديالي. كتعرض لمضايقات صعيبه بزاف. كاين اللي كيقول لك كاع غير جي انا نتعاون معاك، ملي كتجي ما كتلقى والو، كترجع ثاني تشكرفس، يعني راه حشومو بزاف، حيت حنا راه خوت يعني في الاسلام، خاص واحد يتعاون مع واحد، واخا ماشي بالفلوس غير بشي دعوه زوينه، راه هذيك هي الدنيا.
هذه قناه شفت فيها كيف جات شو معنى هذا الشاب مداوي الاحتياجات الخاصه، عنده مشكل في الرجل ديالو يعني اعاقه حركيه، دابا بغى ناس محسنين انهم يتكلفوا به ويعاونوه، مازال صغير في 20 سنه بغى حتى هو يبدل الحياه ديالو، بغى يتعالج، بغى يكري، بغى يخدم. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير، تعاونوا هذا الشاب، تشدوا بيديه وان شاء الله حتى يخدم في القريب العاجل. علاش لا؟ مرحبا خويا، بغيت تقول شي حاجه؟ يعني الخوت الوالدين راه ما غيبقاوش دائما لك، خاصك تشوف الوالدين. قلت لي هما حاله ضعيفه، حاله ضعيفه وما حدهم يعني باقيين معاك، خاصك تستمر دير شي حاجه في حياتك. اش راه اللي مشاو لك الوالدين؟ راه ما كاينش اللي غيعقل عليك ولا يدخلك، فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين ديالك اخويا. 06 09 78 07 69 هذا هو الرقم ديال هذا الشاب، الله يجازيكم بخير، اتصلوا به وساعدوه حيت فعلا محتاج لكم انكم توقفوا معاه. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في مباشر اخر. بسلامه.